طبتم وطابت أوقاتكم طلابي الأعزاء، طلاب مادة الأدب في الصف الحادي عشر، مع عرض الوحدة الثانية بعنوان موت معلن. كيف نصف هذه الوحدة؟ هذه الوحدة أعزائي ترتكز على دراسة عمل أدبي، وهو قصة موت معلن، وأيضاً سندرس بضعة قصص من مجموعة قصصية بعنوان كان ما كان لميخائيل نعيمة. سنرتكز في هذه الوحدة على مهارة التحليل وفق معايير الورقة الأولى. أعزائي، ما هي الأهداف التي سوف نحققها خلال هذه الوحدة؟ سوف نستجيب لأعمال أدبية مدروسة تظهر القدرة على تفسير النص وتشكيل استنتاج حوله، وسنربط العمل الأدبي بمجالات الاستكشاف في مجال القراء والكتاب والنصوص والزمان والمكان، وسنحاول استكشاف مجال التناص فيها، وسوف نقوم بتحليل قصة موت معلن ومجموعة من قصص كان مكان. سندرس أعزائي رواية بعنوان قصة موت معلن، وفي عناوين أخرى سنجد عنوانها يمثل وقائع موت معلن. فما هي حكاية هذا الموت المعلن عند جابرييل غارسيا ماركيز؟ يبدأ أعزائي الكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز روايته قصة موت معلن من النهاية تماماً، حيث يقدم للقارئ الذروة ثم يتبع أسلوب الخطف خلفاً لتفسيرها وفق حبكة تتصاعد فيها الأحداث باتجاه الذروة. يضع ماركيز روايته على طرفي نقيض بين فرح واضح يتجلى بمشهد العرس الذي تنكشف عنه الرواية في صفحاتها الأولى، ومشهد القتل ومحضر الجريمة التي يسدل عليها الستار على حياة البطل. والقضية أن شابين توأمين هما بيدرو وبابلو فيكاركو سيقتلان سانتياغو نصار، الشاب الذي أتم 21 عاما من حياته لقضية ترتبط بالشرف. فبعد زفاف أختهما أنخيلا بساعات قليلة، عادها زوجها لينهي زواجا لم يكد يبدأ. أمام ضغط الآخرين، رمت أنخيلا باسم سانتياغو قربانا لغرامياتها الخائبة، دفعها لذلك يقين غير ثابت بأن أخويها لن يمسا الشاب بسوء لأنه ينتمي للطبقة الغنية، إضافة إلى كونهما ذوي طبيعة مسالمة. يذيع الأخوان نواياهما أمام أكثر من 12 شخصاً أملاً بمن يوقفهما عن فعلتهما، فيشيع الخبر بين الناس حتى يصل إلى البيت المجاور لبيت سانتياغو ويتوقف هناك. والآن الجميع يعرف أن الشاب يقترب من نهايته باستثنائه هو نفسه، وهنا تكمن المفارقة. نقتقف المصادفات الكثيرة عالقة دون أدنى احتمال لنجاة الشاب. هذه المصادفات استهجنها القاضي الذي تولى ملف الجريمة بقوله: كيف يمكن للحياة أن تستفيد من مصادفات كثيرة محظورة على الأدب لتتم دون أي عرقلة عملية لموت معلن إلى هذا الحد؟ تتلخص نهاية سانتياغو نصار في محضر جنائي مكون من 500 صفحة. لم يقتنع المحقق بأي منها أن سانتياغو هو الفاعل، فبعد كل التحريات لا يوجد أدنى احتمال لارتكابه علاقة طائشة بالعروسة التي تمت اتهامها به. كان يمكن لكلمة تقارب وقتها أو لحظات قبل إغلاق باب البيت أن تحمي الشاب من نهاية كتبها التوأمان بسكاكين ذبح الماشية، فيدخل بيته وينتهي الأمر عند هذا الحد. لكن ماركيز لا يأخذ القارئ للمألوف. صدرت هذه الرواية عام 1989، ويقدم خلالها ماركيز الحائز على جائزة نوبل للآداب التشويق الذي يوحي به العنوان عبر 122 صفحة تتكون منها الرواية. أعزائي، كيف ترتبط هذه الوحدة بالواقع؟ كن متسائلاً وفكر بهذا. ستجد بأن وقائع موت معلن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع. فكم من موت معلن معنوياً أو مادي يحدث يومياً في عالمنا المحيط، و
نحن قد نسكت عنه، فربما نكون شركاء في تحقيق ظلم لأننا سكتنا عنه، وربما نكون في لحظات ما مغفلين لدرجة أن تضيع حقوقنا حتى وإن لم تؤدي إلى درجة القتل والموت. عدا هذا عزيزي الطالب، فإننا سندرس قصصا من مجموعة كاما كام ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع من حولنا، ولا سيما أن ميخائيل نعيمة يطرق الواقع من جوانب كثيرة، ومنها قصة ساعة الكوكو التي ترتبط بموضوع الطبقية الاجتماعية وبعض مواضيع مرتبطة بالزواج. أما عن أنشطة هذه الوحدة أعزائي، فبطبيعة الحال سوف نبحث حول ما نقرأ ونبحث في مهارات التحليل، وسوف نزور المكتبة لقراءة ما سيتم دراسته، كما سوف نكتب كتابات تحليلية ترتبط بما سندرس. أما عن ربط الوحدة برسالة المدرسة ورؤيتها، فلا بد أن تأخذنا هذه الوحدة إلى بيئة مليئة بالتحديات. تشمل هذه الوحدة مهمات تحليلية لنصوص مختلفة، ما يضمن تعرض الطالب لمجموعة من التحديات تؤهله لاجتياز تقييماته الخارجية بنجاح بإذن الله، لتتعزز سمة التفكير والتأمل. كما سوف نتطرق إلى التفكير العالمي، إذ ترتكز هذه الوحدة على استكشاف لقضية إنسانية، إضافة إلى استكشاف الكتاب والنصوص والقراء ضمن قضايا ومفاهيم ومبادئ يتشاركها العالم الإنساني، لتتعزز سمة منفتح ومتوازن. وأيضا تعطي هذه الوحدة تعلما مستمرا مدى الحياة، إذ ندرس قضايا إنسانية وعالمية، وهذا ما يستمر مع الطالب سائر حياته بإذن الله. أعزائي طلاب الصف 11، أشكر لكم تواصلكم وحسن استماعكم، وأرجو لكم دراسة ممتعة ومفيدة خلال هذه الوحدة، وإلى لقاء قريب.